مفيدة شيحة إعلامية بالواسطة، ما كان هدفها تكون مقدمة برامج بل ربة منزل. الانفصال كان نقطة فاصلة بحياتها ومن بعدها بلشت حياتها المهنية. بهيدي الحلقة رح نحكي عن التصريحات الأخيرة للإعلامية مفيدة شيحة. الإعلامية مفيدة شيحة ضيفة مع الإعلامي يوسف الحسيني ضمن برنامجه الإذاعي حروف الجر، وخلال الحلقة كشفت الكثير من تفاصيل حياتها الشخصية والمهنية وعن دورها كإعلامية. خلال اللقاء قالت مفيدة شيحة إنه هي ما كانت ناوية تدخل سوق العمل، بل كانت ناوية تخلص اختصاص اللغة الإنجليزية وترجع تقعد بالبيت وتبقى كربة منزل. وأوضحت أنه بهيديك الفترة كان حلمها تبقى بالبيت وتحضر أكل لزوجها، وذلك لأنه النموذج الأنثوي الوحيد بحياتها كان والدتها يلي كانت تتصرف بهيدي الطريقة. وتحدثت مفيدة شيحة عن انفصالها، إذ أنه لما انفصلت رجعت لمنزل أسرتها وكانت تاخد مصروفها من والدتها، وكان بنتها بوقتها عمرها شهر فقط، وبوقتها شعرت بالإهانة وقررت أنه تغير هيدا الوضع. فقامت بوقتها إحدى صديقات والدتها وعرفتها على الإعلامية سهير الإتربي، وفعلا دخلت على الإذاعة وعملت كاستينج أمام الكاميرا، ومن بعدها تغيرت حياتها. سهير الإتربي نصحتها بوقتها أنه تبتسم دايماً وأنه تترك مسافة أكبر بين حجبيها، ولكنها أوضحت لها أنه ما بتصلح تكون مذيعة أخبار. بعد 6 شهور طلبوها كمذيعة ربط بالقناة الأولى. ومن بعد حصولها على هيدي الفرصة صارت مفيدة شيحة من أشهر مذيعات الوسط الإعلامي، ومن بعدها قدمت مجموعة كبيرة من برامج المنوعات والبرامج الاجتماعية. خلال الحلقة كشفت مفيدة شيحة أيضاً عن سبب طلاقها، وأكدت أنه السبب كان خيانة زوجها لها، وبوقتها ندمت وقالت ياريت هي سمعت لأهلها يلي كانوا رافضين بالأساس أنه تتزوج هيدا الشخص، والسبب الأساسي كان أنه هي كان بعدها كتير صغيرة. وختاماً بيتهمها البعض أنه هي بتحرض النساء ضد أزواجهم، خاصة وأنه بالكثير من برامجها بتصر على النساء أنه هن لازم ينفصلوا عن أزواجهم.